استثناء على كان آباءهم أو أبناءهم أو أخوانهم أو عشيرتهم. ومن علامات المؤمن أن يحب بالله والبغض بالله. ولقد ذكر أحد الإنسانات أن الولاية الموجه اتهامات في تحول على كره المدام. كيف لا يفهم المدام؟ بالأمس في يوم الميثاق صرف غالي بيت البحرانيين، أقول البحرانيون البحارنة لهذا الميثاق، وهو علامة حب هذا الوطن. ويد امتدت للنهاية لكي تجلب الأمان. اليوم يقول أننا نكره النظام. لماذا يكره الشعب النظام؟ لأن النظام قتل أبناءنا. من يقتل أبناءنا هل حقه؟ لا يمكن، لأن النظام سجن أبناءنا وإخواننا وأخواتنا الحرائر. هل يريد أن هذا النظام أن نحبه؟ لا والله، لأن هذا ضد الإيمان. من يريد أن يمسك بالنظام ويتوجه إليه فليطمئن لعدم إيمانه، فليطمئن لعدم إيمانه، لأن النظام قاتل. النظام الذي يقتل لابد أن يحاكم بدل أن يرد، بدل أن تمتد له يد السلام الذي يقويني يوما. هناك من يحاول أن يرد للنظام الأمان أو الاستسلام. نحن معاني الشهداء ليسنا ذلك، نحن نطالب بأخذ القصاص، القصاص العادل لمن قتل أبناءنا وسقط في قتلهم وللمسؤولين عن ذلك. وهذا حق من حقوقنا تتبعه لنا الدستور والعالم. وقبلها تتبعه الله لنا سبحانه وتعالى. أيها الأخوة والأخوات، لا تحزنوا إذا رأيتم أنفسكم قلة، فليس الجلة والارتفاع هي الميزان. حينما نجلس على الكرسي الأزرق ليس يعني أننا نحن أصحاب حق، وحينما يطارد يخرجنا في الشوارع فليس معنى أنهم معنى باطل. المواقف هي التي ستحدد إذا فاهم من يكون. حينما يتجرع الألم ويضحك البعض ليس معنى أننا نحن المسلمين وهو الانتصار. الانتصار في النهاية، العبرة في النهاية. حينما نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وهو الخاسر دائما نحن نقول لنا نخوف في السجود ولنا نخوف في السجود جواب باريس ومحمول الوداع ومكي وداكي وعلى جواب الشيخ هذا ورمه النظام مكتبني لأبنائي وسجني أبنائي ثم يعتقلهم والتوبة للنظام. إذا كان هذا فهو أن هذا الفعل هو من فعل النظام، هو الذي جرح قلوبهم، وبالتالي ليس عليهم الجريمة، لهم العذر في أن يكرهوا من يقتلهم ومن يزلهم. اللهم صل على محمد وآل محمد واختم لنا بالخير. اللهم اجعلنا ممن يمشي في رقاب محمد وآل محمد ويثبت كلمتهم ويثبت الدعوة لهم والحب فيهم والبغض لمن أبغضهم. وقرر إن التعويل على الأنظمة الإقليمية هو تعويل أخص. التعويل على الأنظمة الدولية هو تعويل
تعالى